بعد مباراة مصر والمغرب لقيت في تعليقات كتير قوي مكتوبة لي تحت إن في خناقة حصلت ما بين لعيبة مصر ولاعيبة المنتخب المغربي. قلت الله، خناقة؟ في حد ضرب؟ في حد اتضرب؟ طيب يا جماعة، قال لك في فيديو بيشرح تفاصيل الخناقة. دخلت على الفيديو لقيت الفيديو ده قدامي، هو ده بس اللي هو في امن كاميروني بيسلك ما بين لعيبه منتخب المغرب ولاعيبه منتخب مصر، وظاهر ان لعيبه منتخب مصر كلهم رايحين لحمه رمال الفتوح. الله، ده مش خناقه باللعيبه بقى، اللي هو مش اللعيبه كلها متجمعه زي ما الراجل ما كان بيقول لعمرو اديب. يعني انا مؤاخذه كده، حتى عمرو اديب في نقل الاخبار بتاعته الرياضيه طلع الموضوع، يعني حتى المصداقيه في الاخبار الرياضيه طلعت بلاله، اللي هو ابو الفتوح طلع بيتخانق مع اشرف حكيمي بس والباقي بيسلك عادي، زي ما حكيمي وابو الفتوح كان ما بينهم وبين بعض نقار كده على الخط، اللي هم خلاص الاثنين دول يتخانقوا مع بعض في اي لحظه. الكلام ده ما حصلش جوه المباراه، وحصل بعد المباراه، حاجات في الكوره بتحصل وعادي وطبيعيه جدا. هو اللي ما كانش طبيعي ان هم يرجعوا لنا حته كده لورا من ايام ارسنال ومانشستر يونايتد وخناقه الممر الشهيره والبيتزا اللي اترمت لبست في وش سير اليكس فيليكسون. دي كانت الخناقات اللي هو تقول خناقه بجد، انما الخناقات المايسه دي اللي هو بالفتوح عايز يروح يتخانق مع حكيمي بس اللعيبه منعاه، ايه يا معلم؟ حتى زمن الخناقات الجميل راح، اللي هو ايه يا ابو الفتوح يا حبيبي؟ يعني بسم الله ما شاء الله، لما رجعت من الاصابه عايز تحن انك توقف تاني؟ ده الاتحاد الكاميروني والاتحاد الافريقي بينهم بعض عمار قوي كده، اللي هو ابو الفتوح حبيبي ممكن بكره الصبح هتلاقي نفسك موقوف، اللي هو بسم الله ما شاء الله. عقوبات رضاعه بقى علشان خاطر نخلي البطوله يكون ليها سقف من الاحترام، اللي هو احترام ايه سعادتك؟ يعني ما حدش بيحترم الكاميرا المنظمه البطوله، لان هي بتفرق ما بين المنتخبات في الاقامات وحاجات كتير وفضايح الكاميرون كتير، فانت عايز تيجي عليا كمنتخب مصر عشان خاطر هتلعبني في دول اربعه؟ لا يا باشا، انا ما كنتش عامل حساب ان انا اصعد دول اربعه، اه بس مش معنى كده ان انت تيجي تغفلني وتقول لي انا عايز اوقف لعيبتك عشان كاميرون خرب على المنتخب المغربي. يا باشا انا وهم خوا خوا، وبعدين العيال دي كانت لسه بتسلم على بعض من اسبوعين ورا، يعني هم اللعيبه دي كانوا رايحين لبعض، ولاعيبتنا احنا كانوا بيهنوا لعيبه منتخب المغرب ان هم خدوا مركز اول في مجموعتهم، ولعيبه المغرب بيقول لك خوا خوا، اه جم النهارده قلبوا على بعض، بس عادي، هو طبيعه الدربيات العربيه بتاعتنا كده. سعادتك سعادتك، احنا كنا بنلعب ماتش ودي في كاس العرب مع منتخب الجزائر، هي كانت بطوله وديه اه، وكنا بنلعب ماتش مع منتخب الجزائر واتخانقنا معاهم عادي، والحقيقه عدت، هي دربياتنا العربيه كده، لو مش فاهم معانا حاجه فالمشكله فيك انت بقى. بس ما كيفتنيش الخناقه ولا فيديو الخناقه بصراحه، مش دي الخناقات اللي تجيب معايا. الخناقه بتاعت ماتش الاهلي والزمالك عدتني نص مليون، دي الخناقه دي اخرها بالميت كده 100 مشاهده، لا اكتر ولا اقل، هو ده اللي يستحقهم يعني. طالعه من ذمتي بصراحه ان الفيديو ده ما يجيبش اكتر من 100 مشاهده، اي اخر العيال دي كده، عيال صيصه خناقاتها صيصه، ما ينفعش انها تجيب مشاهدات.